احنا معانا على التليفون دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الطب الوقائي بوزاره الصحه. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير على حضرتك يا استاذه اسماء وعلى مشاهدين حضرتك الكرام. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور خليني اقول لحضرتك انه اخر الابحاث واللي الحقيقه عامله ضجه كبيره جدا انه كل الكلام السابق عن فيروس كورونا المستجد انه ممكن يتنقل عن طريق النفس يعني الانف او انه عن طريق اللمس او ما الى ذلك، الابحاث الاخيره بتقول انه لا، هو الفم او الغدد اللعابيه واللسان هما المصدر الرئيسي او البؤره او البؤر الرئيسيه اللي بيكمن فيها هذا الفيروس وبعدها ينتشر او ينتقل لباقي الجسم او يعدي الاخرين. هو حضرتك بلا شك ان الكلام ده هو اعاده صياغه للكلام السابق، يعني حضرتك هو تفسير ليه بمنتهى الوضوح. هو مرض ينتقل عن طريق الرذاذ، فكل الافرازات اللي خارجه من المجرى التنفسي سواء الفم او الانف طبعا له القدره على نقل العدوى، وهيبقى موجود في الرذاذ او السبلاش اللي طالع من بق اي انسان او من انفه. طبعا البق بيبقى يعني كميه الافرازات اللي طالعه منه اكثر بكثير يا فندم، فعشان كده دي اهميه ان انا ما اجزأش المجرى التنفسي. الفم والانف لازم ان احنا الوقايه، ويعني ان احنا نبقى واخدين حذرنا منهم فعلا، لان هي فعلا الافرازات طالعه منهم والرذاذ طالع منهم، وهو الذي له قدره على نقل العدوى. اذا الكمامه يا دكتور. يا فندم احنا العالم كله عمال يحاول يلاقي لقاح حضرتك ان شاء الله، وده في سبيله الحدوث، يعني ان احنا عمالين نقول العلاج ده او العلاج ده او العلاج ده، مع ان الحل في الاساس بسيط، الوقايه. حضرتك احنا شايفين دول عماله تقفل، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، الزياده المهوله في الاعداد في اوروبا بصفه عامه وفي امريكا. حضرتك الوقايه خير من العلاج. بس احنا ان شاء الله في انتظار خبر مفرح قريب عن اللقاح يا دكتور. ان شاء الله يا فندم، بس حضرتك الى ان يحدث هذا الحل لمجتمعنا هو الوقايه، الاداب واشتراطات الصحه العامه التي يعني العالم كله يعرفها الان، ان الوقايات الشخصيه وعلى راسها الكمامه، المطهرات وغسل الايدي بصوره متكرره عقب سطح تلامس مع اي سطح يا فندم، التباعد الاجتماعي مسافه لا تقل عن متر، والافضل ان هي تكون مترين، التهويه الجيده، تمام، البعد عن الاماكن المغلقه، هذا يعني الالتزام بالتعليمات والاجراءات الوقائيه والاحترازيه. بكل تاكيد يا دكتور احنا مع حضرتك في ده، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا ينجينا وينجي العالم ان شاء الله من هذا الفيروس المستجد. كل الشكر للضيف، يعني بشكرك دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الطب الوقائي بوزاره الصحه، بشكر حضرتك على وجودك معانا.